السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. في ناس كانت طلبت مني طريقة الفانوس اللي هو بالقواعد الخشب، هو سهل جدا ما فيهوش أي حاجة، أنا عملته من الصورة. أنا هشتغل بقواعد 15 سنتي، ومعايا هنا أنا هشتغل هعمل فانوسين، تمام؟ هشتغل واحد بإبرة 5 واحد بإبرة 6 عشان الخيط مختلف، ممكن الخيط يبقى معاكي رفيع وممكن يبقى تخين على حسب فتلة الخيط واللون اللي انتي مختاراه. هحتاج مقص وهحتاج ولاعة، تمام، عشان احرق الخيط. ومعايا هنا ده اسمه خيط قطام او خيط سلسلة، هو بيبقى اللفة كده على بعضها، بنفتح اللفة من فوق وبنفتحها من تحت وبنلفه على ايدينا عادي، مفيش مشكلة عشان يبقى كورة كده، تمام. انا لفيت واحدة علشان اقدر اشتغل بيها على طول. طبعا احنا اول ما بنشتغل بنلف كل الفراغات دي، بنملاها يعني، بشتغل عليها كلها في الاول. باخد الخيط كده اهو، تمام، على صباعي ده كده، وبدخل الإبرة من قدام كده اهو من وش القاعدة، وبسحب الخيط واعمل سلسلة، تمام. دي بنعتبرها ارتفاع. هشتغل في كل فراغ غرزتين نص عمود، النص عمود وممكن حشو، يعني لو الخيط تخين شوية بنشتغل حشو، لو الخيط رفيع زي ده بشتغل نص عمود عشان تبقى مالية الفراغات دي شوية. هشتغل كده اهو، هلف الخيط على الإبرة وادخل في اول حلقة تقابلني واعمل نص عمود، وفي نفس المكان هشتغل نص عمود كمان. يا رب تكونوا شايفين الصورة كويس. تاني فراغ عندي اهو ده، هشتغل فيه 2 نص عمود، وبالراحة خالص على مهلك، لان الخشب لو انت اول مرة تجربيه بتبقى في صعوبة في وانت بتطلعي الإبرة، فبالراحة خالص وعلى مهلك. هنسحب اهو واطلع من ال3 حلقات مرة واحدة، تمام كده. انا بشتغل في كل فراغ بشتغل 2 نص عمود، هفضل اشتغل كده لحد اخر فراغ هنا، تمام، وارجع لكم تاني. انا هنا وصلت لاخر غرزة، انا كده عملت كل الفتحات اللي في القاعدة، عملتها في كل واحدة 2 نص عمود، تمام. هاجي هنا لاخر غرزة برضو هشتغل فيها 2 نص عمود، تمام. خلاص انا كده وصلت لايه، لاول فتحة انا كنت عملتها اللي عملت فيها اول 2. هاجي في اول غرزة عملتها في راس الغرزة كده اهي، وهسحب اعمل منزلقة كده بس. انا كده هبدأ بقى اقسم الجنب اللي فوق بتاع الفانوس والجنب اللي تحت. طبعا الجنب اللي فوق انا هقسمه على يعني لازم يبقى العدد اللي هنا زي العدد اللي هنا، تمام. وفي النص هعمل تزايد. انا هعمل هنا، انا هنا هقسم 9 غرز من الجنب اليمين و9 غرز من الجنب الشمال، وواحدة زيادة اللي هتبقى في المنتصف اللي انا هعمل فيها الزيادة اللي هتديني الكيرف او المثلث بتاع الفانوس من فوق، تمام. يبقى انا هاجي في النص كده، انا باجي في النص هنا بمسك كده وبعد من هنا 9 ومن هنا 9، الغرزة اللي انا ماسكاها دي اللي انا هعمل فيها التزايد. يبقى انا هنا دي اللي عندي هعمل فيها تزايد، هجيب 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى من اول هنا، يبقى انا هحتاج اقص الخيط وابدأ من اول الغرزة التاسعة. في الاخر طبعا الخيط اللي انا بقصه ده او بيبقى باين ده احنا بنحرقه بالولاعة علشان ما بيبانش، وفي نفس الوقت بيلزق وبيبقى متين اكتر من انك تنضفيه، تمام. يبقى انا هعد اهو 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى انا هبدأ من الغرزة رقم 9 واسحب الخيط عادي واعمل نص عمود في كل غرزة في ال9 غرز، تمام. ادي 1 2، وباقي الخيط اللي انا اشتغلته ده اللي انا قطعته باخده معايا في الشغل كده بدريه شوية. 4 الغرزة نص عمود في كل غرزة بعمل نص عمود، 5 خلاص دي الحتة الصغيرة دي بقى خلاص انا هحرقها في الاخر اللي باينة دي، تمام. 6 انا بدخل في راس الغرزة عادي في حرف الفي ده، تمام.
في هنا راس الغرزة دي حرف البي، ده اللي انا بشتغل فيه اهو. يبقى انا هنا عندي 2 4 6، نفس الغرزة السابعة فاضل لي غرزتين، 8 9. الغرزة العاشرة اللي هي في النص في منتصف الدايرة بالظبط اللي عندي ايدي، هشتغل فيها 2 نص عمود. تمام، هعمل 1 نص عمود بينهم سلسلة وكمان 1 نص عمود. تمام، يبقى انا اشتغلت هنا 2 نص عمود بينهم سلسلة في الغرزة رقم 10 اللي هي في النص. هرجع اعد من هنا كمان 9 غرز، اشتغل فوق كل غرزة نص عمود، هخلصهم وارجع لكم تاني. انا هنا كده خلصت 9 غرز اللي في الجنب التاني. تمام، بعد ما اشتغلت 2 في غرزة 1 بينهم سلسلة، اشتغلت 9 غرز كمان نص عمود، هبدأ اطلع خلاص كده انا هوقف. يبقى انا اشتغلت هنا 9 وهنا 9 وفي النص تزايد. تمام، هبدأ اطلع ارتفاع سلسلة والف الشغل، الف القاعدة كده على الوش التاني، واشتغل فوق كل غرزة غرزة من التسعة اللي انا اشتغلتهم، هشتغل فوق كل غرزة غرزة كده، 3 4 5 6. بصوا هو انا يعني مش شاطرة قوي في التصوير، فيا رب تكونوا فاهمين وشايفين الغرز كويس واقدر اكون شرحت لكم الطريقة، لاني يعني على قد انا مش قد كده في الفيديو يعني. يبقى معايا هنا 2 4 6 7 8 9. انا كده جيت للغرزة اللي انا عملت فيها التزايد، شايفين دي اهي غرزتين مع بعض كده اهو، وبينهم سلسلة. السلسلة اللي بين الغرزتين دي تمام، هشتغل في الفراغ بتاعها عمود نص عمود سلسلة نص عمود في نفس المكان. يبقى انا هشتغل بين العمودين اللي انا عاملاهم التزايد، تزايد برضو، يبقى نص عمود سلسلة نص عمود في نفس المكان، وارجع اكمل عادي التسعة التانيين، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. التسعة دول هشتغلهم نص عمود برضو وارجع لكم تاني. بعد ما خلصت التسعة اللي هنا في اخر الدور، طلعت ارتفاع سلسلة، قلبت طبعا الشغل رجعته تاني على وشه. تمام، وطلعت ارتفاع سلسلة واشتغلت في الجنب ده اللي هو قبل التزايد، اشتغلت عادي فوق كل غرزة غرزة. تمام، واضح كده، اشتغلت فوق كل غرزة غرزة من اللي هما اللي كانوا 9. طبعا كل سطر بيزيد واحدة، ده تالت سطر معايا اللي هو الاخير. تمام، هاجي بقى عند التزايد ده اللي في النص اللي احنا عاملينه نص عمود سلسلة نص عمود. بدل ما هعمل نص عمود سلسلة نص عمود، هعمل حاجة غريبة شوية، بدل ما نقطع الخيط ونرجع نعمل تاني العلاقة اللي احنا هنعلق منها الفانوس، هعمل نص عمود في الفراغ بتاع السلسلة وهكمل عدد من السلاسل عشان اعلق منها الفانوس كده. مثلا هنقول مثلا اي عدد يعني على حسب ما تيجي معاكي يعني. اعلقها هنا معايا خلاص كده، لا لسه عايزة شوية، هنزود سلاسل اي عدد انت عايزاه، المهم تكون ظابطه معاكي وشكلها كويس ومناسب، ما تكونش ولا طويله قوي ولا قصيره. تمام كده، حاساها كويسه وظبطت. بعد ما عملت السلاسل، بعد ما عملت النص عمود والسلاسل، هرجع اعمل النص عمود التاني في نفس الفراغ اللي انا عملت فيه النص عمود والسلاسل اهو. هطلع من 3 مره واحده، بقى عندي اهو ده شكل الفانوس من هنا اهو. تمام، العلاقة يعني زي ما بيقولوا منها فيها. تمام، وبعدين هرجع اكمل بقى بقية السطر عادي خالص فوق كل نص عمود، هعمل نص عمود هنا بس واخلص السطر، واكمل السطر للاخر واقص الخيط وخلاص. يبقى انا كده خلصت الجزء اللي فوق. تمام، زي ما انتم شايفين اهو بدأ يدي شكل مثلث، مش عارفه اوضح معاكم ولا ايه. خلاص بقى انا هبدا اشتغل بقى في الجنب اللي تحت اللي هي قاعده الفانوس. هعد من تحت 6 فتحات من دي، 1 2 3 4 5 6. تمام، الست فتحات دول
فيهم 12 غرزة، لان احنا عاملين في كل غرزة 2.5 عمود. بجيب الخيط اهو خلاص، واسحب من اول غرزة في ال 12، اشتغل في اول غرزة 0.5 عمود عادي، وفي كلهم في ال 12 غرزة هنشتغل اول سطر كله 0.5 عمود. طبعا احنا بنعمل 0.5 عمود، هو يعني بيوفر في الوقت، والغرزة كويسة وسط، ولا هي مفرغة ولا ضيقة قوي. تمام، هشتغل في كل غرزة من ال 12 واحدة 0.5 عمود. دي قاعدة الفانوس. انا كده معايا 2 4 6 7 8 9 10 11 12. تمام، عملت ال 12، هطلع ارتفاع غرزة سلسلة، والف القاعدة على الناحية التانية، الوش التاني الظهر. تمام، هشتغل في ال 12 دول في اول غرزة وفي اخر غرزة تزايد، يعني في اول غرزة معايا هعمل 2.5 عمود كده اهو. عملت 2 في غرزة واحدة، في اول غرزة في ال 12 عملت غرزتين مع بعض 0.5 عمود، اللي بعدها 0.5 عمود بس، 0.5 عمود في كل غرزة. تمام، واخر غرزة انا خلاص قربت اوصل، اخر غرزة هشتغل فيها 2.5 عمود. يبقى انا بشتغل تزايد، يعني 2 مع بعض في اول واخر غرزة في السطر. انا خلاص في اخر السطر اهو، هشتغل 2.5 عمود في غرزة واحدة اهو. تمام، بدأ يدي معايا الشكل اهو لو شايفين. هطلع ارتفاع تاني واقلب السطر، ونفس الفكرة، هبدأ بأول واحدة تزايد. يبقى انا الفكرة اللي انا بعملها في القاعدة ايه؟ ان انا بشتغل فوق كل غرزة 0.5 عمود، وفي اول واخر غرزة بعمل تزايد. انا كده عملت تزايد، هشتغل الباقيين عادي فوق كل غرزة غرزة. تمام، وفي اخر غرزة بشتغلها تزايد. عايزين توقفوا الشغل على 3 سطور زي اللي فوق، مفيش مشكلة. عايزين نكبر القاعدة شوية، هنعمل سطر كمان زيادة، بس ما يزيدوش عن 4 سطور عشان ما يبقاش طويل قوي وشكله مش حلو. انا كده خلاص فاضلي غرزة، هتبدأ الغرزة شكلها يبان، القاعدة سوري هيبدأ شكلها يبان. هتدي وسع من تحت كده زي قاعدة الفانوس. يبقى انا في اخر غرزة هنا بعمل 2.5 عمود، التزايد ده هو اللي بيديني الوسع اللي تحت. تمام، انا كده عملت 2 و2، يعني 2 في الاول و2 في الاخر. خلاص هو كده شكله اهو. انا حاسة ان كده الشكل مناسب، مش محتاجة ازود. تمام، وحجمه حلو جدا. لو عملنا المقاس رقم 20 في القاعدة بيبقى كبير شوية. ده انا شايفاه مناسب، حجمه مناسب لو شايفين الصورة كويس. تمام، القاعدة خلاص هنا خلصت. باخد بقى غرزة في الهواء سلسلة، وارفع الخيط لفوق، واقص الخيط. تمام، الخيوط الزيادة دي طبعا بجيب الولاعة وبحرقها. تمام، وبلزقها عادي خالص بالإبرة، لو حرقتيها بتمسك أكتر وبتبقى كويسة أكتر. تمام، خلاص هنا ده شكل الفانوس. لو في أي حاجة ما فهمتوهاش يعني قولولي عليها. وكل سنة وانتم طيبين يا رب، وعقبال كل سنة إن شاء الله.